السلام عليكم. لن تصدق ماذا وجدوا داخل قبر أصحاب الكهف. وجدوا معجزة كبيرة جدا، سبحان الله. ولكن فضلا، إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. لنشاهد المقطع سويا. لا تتمتع الأردن بوجود الكثير من الأثار كما هو الحال في مصر أو عدد من الدول المحيطة كالعراق أو سوريا، فقط لديهم بقايا وشواهد تاريخية لأحداث ذكرها القرآن الكريم أو ذكرتها الكتب القديمة، ومنهم كهف أصحاب الكهف بمنطقة رجيب في الأردن. موقع أصحاب الكهف الواقع في قرية رجيب شرق العاصمة الأردنية عمان بـ7 كيلومترات. هذا المكان يحكي قصة الفتية السبعة أصحاب الكهف وكلبهم بعد أن أماتهم الله 309 سنين، وبعثهم الله فقط ليثبت لهم حكمته وآياته، وليعثر عليهم أهل المنطقة ويقيم عليهم المسجد. جميعنا نعرف قصة أصحاب الكهف وما ذكره القرآن الكريم في سورة كاملة باسمهم، سورة الكهف. الزيارة لمثل هذا الموقع تجعل الفرد يسترجع الكثير من ذكريات زيارات مواقع أثرية وتاريخية كثيرة، خاصة في القاهرة والأقصر، فهناك فوارق كثيرة بين ما قامت به وزارة الأوقاف الأردنية في تهيئة موقع أصحاب الكهف للزيارة واستغلال هذا الموقع ليس سياحياً فقط بل دينياً. وبمجرد أن تضع قدمك مقر الكهف ستجد نظافة فائقة، فلا قمامة حول الموقع، ولا أحد يلقي مخلفات، ولا متسولين يحيطون بالمقر، ولا باعة جائلين يحجبون عنك الرؤية ويزعجوك لدرجة أنك تريد أن تتمنى لو أنك لم تأتي إلى هذا المكان. والأهم من كل هذا، لا يوجد بواب أو حارس يمد يديه للتسول منك حتى لو كان معك تذكرة. للعلم، لا يوجد تذاكر للدخول لكهف أصحاب الكهف، فهو مكان مجاني بشكل كامل. ومن أبرز المشاهد أن هناك مسؤولا متخصصا وعلى علم ودراية فعلا بالموقع والمعلومات التاريخية والإسلامية، وهو المهندس محمود الحنيتي المشرف من وزارة الأوقاف الأردنية على الموقع، ويحمل شهادة ليس علمية فقط تؤهله لذلك، بل شهادة أخلاقية ومجتمعية من جميع من يحضر للمكان. فجميع من يخرج من هذا المكان يمدح في معلوماته وأخلاقه وطريقة شرحه للمكان. ولكن ماذا وجدوا العلماء بداخل هذا الكهف؟ سنتعرف الآن على مفاجأة مذهلة. اكتشاف الكهف في العصر الحديث كان في عام 1963 ميلاديا عن طريق الباحث رفيق وفد دجاني. هناك العديد من الأماكن التي تم ادعاء وجود الكهف فيها سواء في العراق وتركيا واليمن، إلا أن الكهف الأكثر شيوعاً والأكثر مقاربة للحقيقة هو هذا الكهف الموجود في الصورة، وهو كهف رجيب في الأردن، حيث يوجد 7 قبور في الموقع، 4 منها يمين الباب و3 على اليسار، أما الكلب فقبره أمام الباب الوسيط. كما يوجد أعلى الكهف بناء أثري على شكل مسجد، وهو ما يؤكده قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الكهف يفتح مدخله على قاعة مركزية تتفرع عنها 3 محاريب مسقوفة بعقود، في حين توجد 7 مدافن حجرية في الجانب الشرقي والغربي. وقد تم جمع الهياكل العظمية لأصحاب الكهف في منطقة صغيرة بالمقبرة الأولى، ويمكن رؤية هذه الهياكل العظمية من خلال فتحة صغيرة سدت بقطعة زجاجية صغيرة. أكد مجمع الفقه الإسلامي على أن هذا هو المكان المشار إليه في القرآن الكريم لمكان أصحاب الكهف الحقيقي، كما أن هناك كتابات كوفية وعباسية ولاتينية تشير إلى أنه كهف الفتية. وشرح العلماء المكان وما يضمنه هذا الموقع، حيث يوجد على أحد القبور نجمة ثمانية، وهذه النجمة أثارت الجدل لأن في الديانة الهندوسية واليهودية بيستخدموا هذا الشعار في العبادة، ولكن أجمع الكثير من العلماء أن هذه النجمة هي نجمة رومانية استخدمت في الزغرفة الإسلامية بجانب الكتابة على حجر منسوبة إلى الأمير هبة الله بدر بن حواء سنة 2077 هجرية، وجدت على باب الكهف. بقايا إطلال المسجد المذكور في سورة الكهف ما زالت موجودة حتى الآن، وكان الكهف طبيعياً مغارة داخل جبل، إلا أن الرومان صنعوه بالشكل الحالي، وآخر تعديل عليه كما يقول الحنطي تم في عهد الخليفة صلاح الدين الأيوبي، حيث يوجد على أحد الجدران الخاتم الخاص به. وشرح الحنطي كيف تدخل الشمس عند الشروق والغروب لعمق الكهف بجانب الفجوة وهي مكان نوم الفتية، موضحا أن قبلة المسجد كانت متجهة إلى البيت المقدس، لكن الأمويين حولوها إلى مكة وبنوا أيضا المسجد الموجود أمام الكهف. الغريب أن هذا المكان سبحان الله فيه معجزة كبيرة جدا،
اكتشف العلماء مؤخراً كيف لم يتحلل الجسد أصحاب الكهف لثلاثة قرون. بالطبع النوم هو الموت الأصغر، هذا الموت هو سر حياة الإنسان، فالنوم يمنح الجسد الطاقة والقدرة على مواصلة الحياة، وإذا زاد وقت النوم على المعدل الطبيعي يتضرر الجسد، فبقاء الجسم على وضع معين لفترة طويلة يؤدي إلى تحلل الجسم وتأثير وظائف أعضائه. فما بالنا لو امتد هذا النوم لثلاثة قرون، نعم ثلاثة قرون كاملة من النوم المتواصل. الأعجب أن أجساد النائمين طوال هذه القرون لم تتأثر، نعم إنهم أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم، فقد كتب الله لأهل الكهف وأصحاب الرقيم عناية كاملة، فسخر لهم الشمس والهواء والتقليب يمينا وشمالا، وكان هذا المكان فيه معجزة لأنه ظلت الشمس تدخل والهواء بطريقة معينة حتى لا يتحلل جسدهم، سبحان الله. وهذا ما توصل إليه العلماء حديثا في هذا المكان حتى يتم حفظ الجسد من التلف والتحلل. في نهاية الكهف وعلى اليسار توجد خزانة بها أثار قديمة لأشخاص عاشوا بعد أصحاب الكهف، وهي عبارة عن أباريق وجدت بساحة المسجد العلوي، وبقايا شجرة زيتون رومانية قبل 2000 عام، وحجر قبل 1800 عام، وعليه كتابات لاتينية قديمة. وقد تم ترميم المسجد أكثر من مرة وفقا لما هو مدون على الأحجار التي وجدت بداخله، وهي تشير إلى تجديد تم 117 هجريا ثم 277 هجرية ثم 900 هجرية، مما يدل على اهتمام المسلمين الأوائل بهذا المسجد لاقتناعهم بأنه المذكور في القرآن الكريم بأنه مسجد أصحاب الكهف. ومما يؤكد الاهتمام بهذا الموقع وجود مسجد آخر يقع بالجهة القبلية من الكهف، وما زال منبر هذا المسجد قائما إلى اليوم، وهو مكون من ثلاثة درجات ضخمة من الأحجار على يمين المحراب. وقد عثر بالمسجد على بلاطة تفيد بأن الخليفة الموافق العباسي قد أمر بتجديده. ويوضح مشرف الموقع أن تربة الكهف ومنطقة الراقيم كما أثبتت الدراسات الجيولوجية تساعدان على صيانة الجسم، كما يوجد أعمدة منحوتة من الصخر تزين واجهة القبور، وزغرفة نباتية ورسومات هندسية ونقوش وحفائر أقنية وبرك في الصخر لتجميع المياه. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع، وحتى يعلموا أن القرآن الكريم هو الحق، وأن كل شيء يأتي في القرآن الكريم هو بالطبع حقيقي وموجود على أرض الواقع. فلا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع بهذه المعلومات القيمة عن كهف أهل أصحاب الكهف. شكرا لكم على متابعة الفيديو، كان معكم مقدم المعلومات من قناة معلومة في كتاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.